السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا متابعينا الكرام، متابعين قناة زرعانجي، أهلا بكم في فيديو جديد. مكملين في سلسلة فيديوهات القمح، وزي ما احنا شايفين دي حالة النمو اللي وصلنا ليها حاليا. العمر دلوقتي حوالي 112 يوم أو 113 يوم بالظبط، ده عمر القمح حاليا. الصنف في مصر 3. اتكلمنا قبل كده كتير في اختيار الصنف، طريقة الزراعة، طريقة إعداد وتجهيز الأرض قبل الزراعة، الخدمة اللي بنضيفها، النقطة بتاعة المية وعمليات الري والتسميد اتكلمنا فيها. لازم تخلي بالك الموسم ده موسم مش سهل، مش سهل خالص. هنا احنا تاني يوم من بعد المكافحة، مكافحة الإصابات اللي ذكرناها اللي هي حصلت عندنا، الإصابة الفطرية زي اللي احنا شايفينها دي، اللي هو اصفرار الأوراق، وكمان الإصابة الحشرية اللي هي موجودة عندنا أو اللي حصلت واتكلمنا عنها، اللي هي دبور الحنطة المنشاري. وتعاملنا امبارح أو نزلنا المكافحة بتاعتنا، كانت المعاملة بتاعتها امبارح، وكانت مكافحة حيوية مركب حيوي، بكتيريا وفطريات وما إلى ذلك، أشبه بالمفترسات الطبيعية لبعض الحشرات والآفات. المركب الحيوي ده اسمه بايوفيرت، تم المعاملة بيه امبارح، تم الرش بيه امبارح بمعدل 1 كيلو للفدان، رش ورقي، مش مع مية الري، مش من خلال البيوت. وان شاء الله يدينا النتائج المرجوه باذن الله، وتكون النتيجه فعاله. طبعا بيبقى قدامك حل من الحل من اتنين، يا تتعامل او تتدخل بمكافحه حيويه زي ما حصل هنا، او تتدخل بمكافحه كيماويه، كيميكال، المبيدات اللي موجوده في السوق، مبيدات حشريه وفطريه بانواعها بقى، يعني هتجيب مبيدات فطرية ومبيدات حشرية. طبعا الحشري أو المبيدات الحشرية هيتم رشها منفصلة عن المبيدات الفطرية، مفيش خلط. أنا شخصيا ما بفضلش عملية الخلط إطلاقا، لا خلط حشري مع فطري ولا خلط مغذي مع أي منهم، الموضوع ده بيسبب أضرار جسيمة فعلا. ليه؟ لان لو عندك اصابه فطريه وانت محتاج ترش حشري، ترش فطري علشان تقاوم الاصابه اللي موجوده عندك، المغذي اللي انت هتضيفه ده في الغالب هيكون عباره عن احماض امينيه او طحالب بحريه او عناصر صغرى وعناصر كبرى او كلهم مع بعض ميكس، فهنا انت هتساعد الفطر اكتر ان هو ينتشر. يعني انت بترش مبيد فطري وخالط معاه المغذي، فهنا انت بتحفز الفطر ان هو ينتشر اكتر، لانه هيتغذى على الاحماض الامينية اللي انت بتضيفها، على العناصر اللي انت ضفتها، على كل دي هتكون مغذية ليه وهي على الورقة قبل النبات ما يمتصها، فهتزود انتشار الفطر عندك، فدي هتسبب لك مشكلة، وناس كتير بتقع في الموضوع ده. طيب لو عندك اصابة حشرية وعندك اصابة فطرية، هتكافح ايه الاول؟ وعندك عاوز ترش مغذي او عاوز تزود تغذية النبات، حاسس ان النبات محتاج رشة منشطة للنمو، اول حاجة هترشها هو الفطري، الاصابة الفطرية هترشها الاول، بعد كده ترش الاصابة الحشرية، بعد كده ترش المغذي اللي انت محتاج ترشه. فبالترتيب كده لو عندك الاصابتين، الاولوية في المكافحة في الأول هي الإصابة الفطرية، لها الأولوية عن الإصابة الحشرية بسبب سرعة انتشار الفطر اللي أسرع بكتير من انتشار الحشرة. تمام، فده الموضوع باختصار في الجزئية بتاعت المكافحة أو الخطوط العريضة الأساسية للنقطة الخاصة بمكافحة الإصابات سواء حشرية أو فطرية او ضعف نمو. بس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وفاتكم شيء وقدم لكم معلومه جديده. يا ريت ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعل زر الجرس لو اول مره بتشوفنا، وكمان يا ريت تكتب لنا رايك او سؤالك او استفسارك في تعليق، وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت ممكن.
شكرا لحسن المشاهدة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. استنونا، سلام.